إنزين، شنو هو الفايل؟ الفايل الله يسلمكم. الحين فرضا ان انا بتكلم ان عندي فايل، اوكي، فايل في معلومات، اوكي، فابي اخذ، انزين، ها يعني ابي اخذ معلومات من الفايل واحطها فين؟ في الكود مالي، اوكي. يعني عندي مثلا الحين كمثال هنا عندي فايل اسمه result، صح؟ result.txt. انزين، عشان اعلمكم شلون تسوون هاي، لانه بدايه توني منزل، فعشان اعلمكم شلون تسوون الفايل حق اللاب، لان بيكون عليكم assignment، فشو تسوون؟ اول شيء تطقون رايت كليك على src، تروحون هنا تكتبون، تطقون على شنو؟ على فايل، اوكي، تشوفوا src new file، فهني تكتبون اسم الفايل. هني مثلا شنو يبون نكتب؟ result dot txt، اوكي، results dot txt، فهني سوينا فايل. انزين، هذا الفايل يا ان ناخذ منه معلومات او نطبع فيه معلومات، اوكي، يعني ناخذ منه معلومات او نطبع فيه شنو؟ معلومات، على حسب السؤال. حلو، انزين، فاول شيء انتم بتشوفون الشيء شوي جديد عليكم، بس ترى حد سهل، يعني 80% من الكود ثابت، 80% من الكود شنو؟ ثابت. انزين، في سؤال صعب انا شلته حاليا عشان راسكم ما يفتح، بعدين في وقت المراجعة لين تمكنتوا من درس الفايل، اللي هو اصعب سؤال، لين تمكنتوا من درس الفايل بشرح لكم، اوكي، بس يعني مو اكيد بيبونه لكم، عادي ان ما يبونه لانه وايد صعب بالنسبة حق الطلاب انه يبونه في امتحان كذي، فبنشرح حاليا هذين الاشياء اللي ممكن يبونها. انزل، المهم هاي فكرة الفايل. شنو فكرة الفايل؟ ان عندي فايل txt اخذ منه معلومات او شنو؟ اطبع فيه معلومات بس. طبعا شنو بنستخدم فيه؟ بنستخدم فيه درس الاكسبشن. انا قلت لكم في درس الاكسبشن بس عليكم اللي هو الاوتبوت، البروغرام ما في. ليش؟ لان احنا في الفايل بنستخدم الاكسبشن. بقول لكم ليش بنستخدم الاكسبشن، اوكي، ويا الحل. شنو فايدة الاكسبشن في هالحالات؟ الاكسبشن وايد مهم، اوكي، ف يلا خلينا نقرا السؤال. Suppose you are given a text file name شنو؟ result.txt. ان عندنا فايل اسمه result.txt نفس ما عندنا هنا، اوكي، in which each line contains a course code, student ID, student names and final mark. نفس هنا تشوفوا عندي course code، هذا عبارة عن course code، وهذا student ID، وهذا student name، وهذا شنو؟ final mark. هذه الأشياء اللي عندي في الفايل، إن كل لاين في هاي الأشياء، أوكي. بعدين قال لي the different fields are separated by character. يعني شوفوا إن هذا الفيلد وهذا الفيلد مفصولين بشنو؟ character، اللي هو شنو؟ الفاصلة. حلو، فبعدين احنا بنحتاج شنو؟ نفصلهم عن بعض، اوكي. وقال لي write a java program that prompts the user to enter course code. يعني نكتب بروجرام ان نخلي اليوزر يدخل شنو؟ يدخل الكورس كود، and then read the content of text file to output on screen. اوكي، هني نقطة مهمة، output on شنو؟ on screen. فشنو بنستخدم؟ بنستخدم system.out.print عادي، اوكي، من الاوتبوت وين؟ في السكرين. الاوتبوت وين؟ في السكرين. انزين، شنو بنطبع في السكرين؟ ال ID والname of all students who have passed this course X. يعني احنا هني بندخل الكورس كود، صح؟
ففي السكرين شنو بيطلع؟ الاي دي والنيم مال الطالب اللي شنو اللي طايفين الماده، اوكي اللي طايفين شنو الماده اللي ناجحين. A student will pass the course if his mark is greater than or equal to 16. يعني شنو؟ يعني الحين انا مثلا ابي مال ITCS 114 من هذه الطلاب، حلو؟ اذا كم مادة عندي ITCS 114؟ كم واحد عنده؟ اثنين، صح؟ هذا وهذا. انزين. بطبع الـ ID والنيم مال الطلاب اللي ناجحين، انزين. شلون اعرف هم ناجحين؟ اذا كان equal greater than or equal to 16. اوكي؟ ان 60 او اكثر، انزين. الحين علي كم جايب؟ علي جايب 55. زين هل علي ناجح؟ علي مو ناجح فما بطبع علي. انزين الحين عندي فاطمه، فاطمه كم جايبه؟ 90. هل فاطمه ناجحه؟ ايه 90 اكبر من 60 صح؟ فبطبع فاطمه والاي دي. اوكي؟ فهمتوا الفكره؟ انزين اول شيء شنو بسوي انا اذا اعطوني اسايمنت؟ بروح احط هذه المعلومات اللي عندي في وين؟ في الفايل اللي سويته. يعني بروح اكتب هنا ITCS 113، بعدين عندي 2019 3 4 5 6، بعدين اسمه شنو؟ علي، بعدين شنو عندي؟ 90. اوكي وبكمل على الثاني ITCS 114 2019. هذا اوكي نفس الطالب 3 4 5 6. لا ساعات ما يضبط، يعني جربت من قبل في هذا السؤال، جربت الكوبي بيست في اغلاط، شوف في النهايه في فاصله منقوطه وفي هذا فهني فاصله، وهو يعتمد فهمت. خلنا نكتب شو رانا علي 55 ITCS 254 عندي 2018 1 2 3 4 زينب. أخذ شيء عندي ITCS 114 2019 1001، وعندي شنو؟ فاطمة تسعين. أوكي فحطينا فوين؟ في الملف. خلص انزل الحين بروح لوين؟ البروجرام. بروح للبروجرام للمين مالي. انزين في دكاتره عندهم طريقه ان يعرفون فوق عقب يكتبون التراي والكاتش، احنا لا، احنا كل شيء بنخليه فوين؟ في التراي. كل شيء بنخليه فوين؟ في التراي، اسهل لنا واضمن لنا. انزين فبايش بقول؟ اول شيء بقول تراي، الحين بقول لكم يعني شنو اللي هو التراي. اوكي التراي يحتاج شنو؟ يحتاج كاتش، يحتاج كاتش. اوكي فهني شنو بقول؟ كاتش. زين الكاتش اللي هو حق الاكسبشن، نقول اكسبشن نعطي باراميتر ثابت تمام. زين وفي الكاتش شنو ابي اسوي؟ ابي اطبع اذا حصلت ايرور، يعني خلينا نقول تمام. بطبع مثلا هني حصلت انا ايرور. انزين ابي اعرف شنو هو الايرور بالضبط، شنو هو الايرور، فشلون اطبع الايرور؟ اقول اي اللي في الباراميتر اوكي اي دوت جيت مسج، هذا يعطيني شنو هو الايرور اللي واجهته. انزين انا شنو اللي كتبته الحين؟
مثل ما تعرفون الاكسبشن شرحت انا في الريكورد اللي هو مال الاوتبوت. الاكسبشن يعني اشياء ما يعطيني شنو هو الايرور بالضبط. يعني كمثال في الكالكوليتر اذا نقسم على صفر شنو يعطيني؟ يعطيني ماث ايرور، صح؟ ماث ايرور. انزين هنا البروجرام ما يعطيني ماث ايرور، يقول لي بس اكسبشن. فاحنا نستخدم التراي والكاتش، اوكي، يعطيني بالضبط شنو هو الايرور. يعني بيقول لي شنو؟ بيقول ان انت قسمت على صفر، ما يصير تقسم على صفر. فهاي فايدة شنو؟ التراي والكاتش. فايدة التراي والكاتش يعني من احصل ايرور يعطيني بالضبط شنو هي المشكلة. اوكي، فمن كذي احنا نستخدمها في البداية. انتو اول استخدام لكم في شنو؟ في الفايل، لانه هو بياخذ معلومات من وين؟ من الفايل. اوكي، فلن طلع ايرور احنا ما نعرف ان الايرور لانه ما اخذ معلومات او طريقة الكونكشن بين البروجرام والفايل غلط، فما بيطلع لي. فمن كذي انا شنو بستخدم؟ بستخدم التراي والكاتش عشان يعطيني بالضبط اذا واجهت مشكلة في بين الكود اللي قاعد اكتبه ويا الفايل، يقول ان انت قاعد تكتب شيء غلط، قاعد تكتب يعني طريقة مو صحيحة. اوكي، فمن كذي احنا نستخدم التراي والكاتش فوين؟ في الفايل. واضح؟ في احد عنده سؤال؟ اي ثابت عشان يعطيك هذا. هذا ميثود اوريدي موجود فوين؟ في الاكسبشن، فوظيفته انه يرجع لي المسج اللي هو الايرور. اوكي، وظيفته انه يرجع لي شنو هو الايرور، المشكله بالضبط هاي اللي يرجع لي اياها. اوكي، لان شنو هو بياخذ الايرور من التراي بيودي له وين؟ للكاتش. انزين بياخذ باراميتر، صح؟ فاحنا نقلنا باراميتر. اوكي، انتو ما بتسوون ميثود مال الكاتش لان اوريدي هو موجود في الجافا. اوكي، فلو اروح انا اتعمق اكثر يعني في الـ يعني شوفوا، اروح الى الكاتش، شوفوا هنا الاكسبشن. الاكسبشن ياخذ شنو؟ ياخذ باراميتر، شوفوا ياخذ مسج، ياخذ شنو؟ ياخذ مسج. فهاي باراميتر، هاي انتو ما بتكتبونه، هو موجود في جافا اوريدي. فشي يقول لي؟ يقول لي parameters message the detail message was saved for letter، اللي هو شنو الميثود اللي استعملناه؟ شنو هو؟ get message. اوكي، اللي هو شنو؟ get message، اللي هو هذا الميثود اللي احنا استخدمنا. لا اكاو موجود، يسوي لي retain حق شنو؟ حق المسج. هاي الاشياء already موجودة في وين؟ في الجافا، يعني ما يحتاج انتو تكتبون مرة ثانية، ما يحتاج تسوون هاي الميثودات. اوكي، فهاي الموضوع ان انتو تطرشون الايرور لهذا الميثود مال الاكسبشن. اوكي، وتستخدمون جيت مسج عشان تحصلون شنو هو الايرور. واضح سيد؟ تمام، فخلاص هاي اول موضوع اللي هو التراي، فهمتوا شنو فكرته وليش نستخدمه وكل شيء. انزين الحين خلاص اي شيء بنكتبه فوين بيكون؟ داخل التراي. الحين كامل البروجرام مالي بيكون وين؟ داخل التراي، ما في شيء برا التراي. خلاص الحين ابدي اول نقطة. اول نقطة انا عرفت ان هني في السؤال ان يبوني اقرا من وين؟ ابي اقرا من هاي الفايل، صح؟ اخذ هاي المعلومات. انزين هل فخلونا نشيل الحين حاليا خلو ذي. اوكي، انزين هاي بنشيله، تمام، عشان كل شيء يكون في وين؟ في التراي. انزين
الحين انا شلون اروح اقرا من وين؟ من هاي الفايل. انزين، طبعا تعرفون انتو اذا بنستخدم اللي هو الانبوت شنو نستخدم له؟ سكانر، صح؟ الانبوت سكانر. شلون الطريقه؟ كنا نقول سكانر كي بي دي ايكوال تو هاي، صح؟ انزين، الفايل شلون بيكون؟ بنقول سكانر، انزين نعطي مثلا اسم سكانر انبوت مثلا، اوكي، اي اسم من عندي انبوت ايكوال نيو سكانر، انزين وهني قوس. انزين حاليا انتم ما تشوفون شيء جديد، صح؟ نفس اللي متعودين عليه. انزين الفرق شنو عندي اللي داخل الباراميتر؟ احنا هني كنا نكتب system.in. system.in ان ناخذ المعلومات من وين؟ من اليوزر. اليوزر هو اللي يدخل المعلومات. انزين اذا ابي من فايل، ابي اقرا من فايل، شنو بقول؟ بقول new file f capital، اوكي، new file، واعطيه شنو؟ اسم الفايل. اعطيه شنو؟ اسم الفايل اللي هو result، انا متذكر results.txt. انزين الحين نكتشف احنا هني عندنا شنو؟ عندنا ايرور، صح؟ عندنا ايرور. ليش ايرور؟ لان لازم نستدعي الباكج مال شنو؟ مال الفايل. لازم نستدعي الباكج مال الفايل، نفس ما سويت حق السكانر لازم اسوي حق ذي اللي هو الفايل. انزين فاروح شنو اقول؟ اقول import java dot input output dot، اقدر احط all. الall هذه شنو هو؟ النجمه. النجمه يعطيني كل الباكجات، يستدعي كل الباكجات، اوكي، يستدعي كل الباكجات. واذا ابي مثلا مال فايل بس، اكتب شنو؟ اكتب فايل، تمام. اعيد شوي لو واضح، في احد يبينا اعيد؟ مو في كل البروجرام. الحين مثلا هنا انا في هاي السؤال ابي اخذ المعلومات من وين؟ من فايل، صح؟ ابي اخذ المعلومات من هذا الفايل. انزين فاذا شلون اخذ المعلومات منك كانبوت؟ اول شيء استدعي الباكج مال الفايل، اوكي، وهني انا سويت جيت سكانر. احنا عرفنا ان السكانر حق شنو؟ حق الانبوت، صح؟ فالانبوت بناخذه من وين؟ من الفايل. فجيت سكانر اعطيته اسم مثلا انبوت، خلينا نقول انبوت فايل، اوكي، خلينا نقول ان فايل مثلا، اوكي، انبوت فايل مثلا ان فايل نيو سكانر. زين احنا هني ما نبي ناخذ من المستخدم، احنا نبي ناخذ من شنو؟ من فايل. فجيت ياخذ نيو فايل وعطيته شنو؟ اسم الفايل. فهني عشان اخذ شنو؟ المعلومات اللي في result.txt واستخدمها في وين؟ في البروجرام مالي، اوكي. هاي بخصوص الانبوت، اذا باخذ من معلومات من وين؟ من الفايل. البرنت رايتر فاطمة حق output، اذا ابي اطبع في فايل. هني انا ما ابي اطبع في فايل، هني ابي اقرا من فايل، ابي اخذ معلومات من فايل، اوكي. برنت رايتر بعدين بتشوفونه، بس حبه حبه، اوكي. انزل الحين احنا خذينا المعلومات من وين؟ من الفايل.
قال هني write a Java program that promise the user to enter course code. فعندنا ال course code بعد شنو؟ بعد input. بس input من وين؟ من ال user. فهني شنو أحتاج؟ أحتاج system.in. صح؟ أحتاج system.in. system.in عشان ال user يدخل المعلومات. فهني بقول scanner kbd equal to scanner new scanner system.in. فحين بقول عندي string course. انزين بنطبع له مسج مثلا نقول له enter course code وبنخليه يدخل شنو الكورس. نقول له course equal to kbd.next. اوكي هذا لأن شنو قال promise the user to enter course code. واضح؟ في احد عنده اي سؤال؟ الحين شنو قال لي؟ Then read the content of text file to output on screen. The ID and name of all students who have passed شنو this course. إنزين الحين إحنا نبي نقرأ من وين؟ من دي صح؟ من دي من الفايل اللي هو اسمه result. إنزين الحين مثل ما نعرف قالوا لنا في السؤال ان هذا اول بارت عبارة عن course code وهذا student id وهذا student name وهذا final mark صح؟ بس هني شنو صايرين؟ صايرين كجملة واحدة ان كلهم في لاين واحد ومفصولين شنو؟ بالفاصلة. انزل الحين نحتاج احنا نفصلهم اوكي؟ بنشكلهم على شنو؟ على شكل array. شلون؟ ثواني بس نشوف لنا البنت يعني شلون. الحين انا خلنا افتح دي على دي. اوكي الحين عندي دي تمام عندي شنو هاي اللاين اول لاين فبروح بشكلهم على شكل اري يعني بحط كذي بسوي اري تمام بسوي array وهني بيكون عندي حق ال course code وبيكون عندي حق ال id وهني حق ال name وحق شنو وحق اللي هو ال final mark يعني هني بخلي it cs one one three مثلا اوكي وهني بخلي ال ID 2019 ورايح كذي اوكي وهني بخلي علي وهني بخلي شنو 90 فاول شيء بحتاج شنو ان افصلهم ليش افصلهم لان في هالحال انا ما اقدر اطبق شيء لانهم صايرين في لاين واحد كلهم لاين واحد صايرين كسترينج اوكي فانا بروح افصلهم يعني بخلي كل واحد بروحه عشان احول مثلا هذا الى سترينج اوريدي بخلي سترينج إذن الاي دي هو عباره عن شنو لونج لونج او انتجر وعلي سترينج إذن والمارك المارك عادي يكون شنو هو دبل صح او انتجر تمام فعادي يكون انه دبل ففي هالحالة أنا ما أقدر أستخدم يعني أطبق هاي اللاين كامل في الشروط
اوكي انا بجزء اجزئهم عشان اقدر استخدم معلومات الطالب، لازم اجزئهم. فشلون اجزئهم؟ انزين طبعا مثل ما تعرفون نحن عندنا اكثر من شنو، اكثر من معلومات صح؟ يعني ما عندنا طالب واحد، عندنا اكثر من طالب. في حالة ان احنا عندنا اكثر من طالب لازم شنو استخدم عشان امر عليهم كلهم؟ يعني ما ابي امر على علي بس اول واحد، لا ابي كلهم. لازم شنو استخدم؟ هل استخدم loop لو if statement لو شنو بالضبط؟ فلازم استخدم loop صح؟ لازم استخدم شنو loop لان عندي اكثر من شيء. انزين اللوب عندي انواع، استخدم فور لوب ولا وايل لوب؟ تذكري فائدة ال شو اسمه الفور لوب، متى نستخدم الفور لوب؟ تعرفين حالات اللي نستخدم فيها مو الفور لوب وحالات اللي نستخدم فيها مو الوايل لوب؟ إنزين سؤال زهرة، هاي عدد الطلاب قيمة ثابتة ولا قابلة للتغيير؟ إن أعرف أنا كم طالب عندي حسب عدد الطلاب صح؟ فهني لازم أستخدم شنو الواي لوب، ما أستخدم الفور لوب. قلنا إحنا الفور لوب إذا نعرف عدد الطلاب، هني ما نعرف عدد الطلاب إحنا، فنستخدم شنو الوايل لوب. فنقول واي انزين شلون الحين احدد الواي اللي هو شو اسمه الوايل لوب متى يوقف؟ الحين بنقول اذا كان عنده لاين، اذا كان عنده لاين اوكي يواصل. يعني كمثال الحين اقبل واحد بروح حق الاثنين، الاثنين في معلومات، في معلومات. الثلاثة في معلومات، في معلومات. الأربعة في معلومات، في معلومات. إذن لين راح بعدين مرة ثانية تحت الأربعة، تحت الأربعة عنده معلومات طالب شيء؟ ما عنده صح؟ فهني بيوقف. فاللوب مالي بيتم يتكرر في حالة إن أنا في السطر عندي معلومات. يعني شنو بقول؟ بقول إذا كان اللي هو اللي بيقرا وين ال n file، n file اللي ياخذه من هذا الملف صح result.txt، اذا كان n file dot has okay next، بس هني ما بنحط next، ال next لانه بياخذ شنو؟ بياخذ شيء واحد. فاحنا بنحط شنو عندي line، فنقول dot has next line اوكي. اذا كان عنده line فيدش داخل اللوب، اذا ما عنده line ما يدش داخل اللوب. واضح؟ في احد عنده سؤال؟ تمام انزل. الحين اول نقطة بناخذ هذا اللاين كامل بنسيبه في فاريبل اوكي عشان نقدر نجزئ، عشان نجزئهم على هاي الصورة اوكي. بناخذ اول لاين مثلا بنسيبه في وين؟ في فاريبل. بنقول string مثلا نسميه لاين اوكي، اي شيء انتم تبون بس عشان يكون واضح لكم ان اقصد اللاين. dot in file dot has next line اوكي. ان هذا اللاين، ان هذا اللاين بنسيفه كامل في وين؟ في هذا الفاريبل اللي هو اللاين. تمام
أن سيفت هذا السطر كامل فوين في variable اللاين. الان فايل لا تنسونه، الان فايل اللي هو شنو الشيء الان فايل اللي يقرا من وين؟ من هذا الملف، اللي يقرا من هذا الملف. اوكي، والدوت نيكست لاين مثل ما تعرفون مال السترينج انتو، اوكي، اللي هو ياخذ سطر كامل لان عندي اكثر من كلمه، ما عندي كلمه واحده. من كذي ضفت شنو اللاين. انزين الحين باخذ هذا اللاين وبجزئه بواسطه شنو بفصلهم بالهاي. عندنا شيء اسمه سبليت، بفصلهم بذلين، شوفوا عشان نخلي بهاي الصوره. اوكي، عشان نخلي شنو بهاي الصوره. شلون اسوي هاي الشيء؟ طبعا عشان يكون واضح لكم كذي حل. اوكي، طبعا ايش بسوي؟ بحتاج شنو؟ بحتاج اري، صح؟ فبنقول الاري نوع سترينج، دائما سترينج، ونسمي مثلا بارتس. اوكي، اسم الاري ايكوال. انزل هذا الاري شنو بنسيف فيه؟ بنسيف فيه اللي هو اللاين، صح؟ بنسيف فيه هذا اللاين، بنقول لاين. بس شنو؟ بس نبي نفصله، نبي نفصل بواسطه دلين. اوكي، بنفصله بالفاصل اللي عندي، فاقول دوت سبليت. شنو هو الشيء اللي بنفصل فيه؟ اللي هو ذي، صح؟ اوكي، هاي تمام. فالحين بهاي الطريقة اللي سويتها بيتحول عندي بهاي الصورة اللي رسمت لكم، اني بيسوي لي array اسمه parts. اوكي، بيسيف فيه اللاين، بس شنو؟ بس بيجزئ المعلومات، بيصير بهاي الصورة. اوكي، واضح؟ انزل عشان نجرب شيء. اوكي، ابى اجرب لكم ان انا جزأتهم او لا. خلونا نطبع system.out.print، نقول اللي هو parts عند الزيرو. اوكي، فالبارتس عند الزيرو شنو عندي؟ اللي هو عندي الكورس كود، صح؟ عند الزيرو عندي الكورس كود، فالمفروض يطبع لي شنو؟ الكورس كود. خلونا نجرب دقيقة بس. بس ثواني. اوكي، خلونا نجرب نشوف شنو بيعطينا. شوفوا هنا عندي cannot find specific file، إنه يقول لي الفايل مو موجود. results.txt. السبيلينج صح؟ السبيلينج results.txt. شلون ليش مو صح؟ نبي فايل، نحط اسم ثاني مثلا، نحط r.txt. نفس الشيء.
دقيقة. ثواني ثواني، شكلي أنا بالبداية غلط في شيء، بس بجرب شيء. دوتي سكرين كول مثلا، أوكي. شنو هو الغلط؟ ان هني مثل ما تعرفون انا ايش قلت لكم في البدايه، هني انا في الاس ار سي احنا سوينا الفايل لا اللي هو التي اكس تي، احنا ما نسوي في الاس ار سي، نسوي في وين؟ في البروجكت. اوكي في البروجكت، شوفوا نروح حق البروجكت نطق نفس المكان، مو في اس ار سي الفايل بيصير، بيصير في البروجكت. نطق هنا results.txt، اوكي نحطه هنا، نمسح دي هنا، بكتب results ما نحتاج دي. اوكي انزين، فلما بنسوي فايل ما نسوي في اس ار سي، نسوي فين؟ في البروجكت، نروح للبروجكت نيو فايل. اوكي فحين جايك عندنا ريزولتس، وهني كتبت اللي هو الريزولتس. فحين قال لي انتر كورس كود، هاي ما بيأثر على شيء في سي اس اي شيء 333. فتشوفون هني شنو طبعت انا؟ طبعت بارس عند الزيرو، بارس عند الزيرو، فراح شنو طبع لي؟ طبع لي كله زين، شوفوا اللي عند الزيرو. هني شنو عندي عند الزيرو؟ عندي اي تي سي اس 113، عندي اي تي سي اس 114، اي تي سي اس 254 114. فشوفوا انا قلت له بارت عند الزيرو طبع لي دي، الحين لو اغير احط بارت عند ال1. اوكي عند ال1 شنو عندي؟ عند ال1 اللي هو الاي دي صح، عندي الاي دي، فالمفروض يطبع لي الاي دي ذلين كامل. شوفوا نقول اي تي سي اس، فطبع لي شنو؟ الاي دي اللي عندي كامل، تمام. فهاي اللي هو اللي سويت شنو وظيفة البارتس، هاي وظيفة البارتس، انه راح جزأ لي المعلومات اللي في الفايل كامل على هاي الصورة اللي رسمت لكم، واضح؟ هاي ليش مسحت، تمام. نطبع كل شيء، تحددين مثلا كل واحد يسوي سيستم دوت اوت بارتس عند الزيرو، بارت عند هاي، يعني كذي نقول، بعدين تقولين نفس الشيء بارت عند ال شو اسمه، او ما يحتاج بعد كذي، حط هاي بارت عند الزيرو، اوكي، بعدين نطبع مسافة مثلا. بارت عند ال 1 مسافة، بارت عند ال 2 اوكي مسافة، بارت عند ال 3. تتعاملون اياه كأري عادي، كأري عادي. شوفوا راح نضبط بعدين، هاي ما يأثر شيء حاليا. فشنو طبع لي كامل، اوكي منى.
إنزين. طبعاً أنتوا لما بتون تحلون تشوفون إن هذا الشيء شوي صعب صح؟ لأن أنتوا شنو بتحطون الحين؟ بتحطون شروط. بتحطون شروط شوفوا. إننا بنطبع الـ ID والنيم حق كل الطلاب اللي نجحوا في المقرر مال شنو؟ مال الكورس. أوكي؟ ليه هاي حق السؤال محمد؟ أنا بس قاعد أشرح لكم فكرة البارت هاي اللي سويته شنو وظيفته؟ وظيفته إن نجزه إلى هاي الصورة. أوكي؟ أحب بنحل السؤال. تمام؟ فتشوفون أنتوا إن في ناس يعني يحبون هو التفصيل أكثر. إن مثلاً طيب أسيف هذا الكود في وين؟ في variable. أوكي؟ يعني شنو بقول؟ بقول string الكود مثلاً أي variable equal to parts عند كم؟ عند الزيرو. أوكي؟ فسيفت هذا الindex في وين؟ في الكود. يعني لو بروح حين بطبع الكود شنو بيعطيني؟ بيعطيني اللي هو دي صح؟ اللي هو أول إندكس اللي هو عند الزيرو. شوف ITCS 333 مثلا فعطاني دي. تمام؟ لأن أنا سيفت عند الزيرو فوين في variable الكود. فكذي يصير لي أسهل أنا لين بحل أنا بعدين. إنزين الحين طبعا هني الحين كل المعلومات مسيفين كشنو كسترينج. أوكي بس في بعضهم إنه بيحولهم إلى دبل أو إنتجر. يعني كمثال الحين هذا آخر إندكس 0 1 2 3 آخر إندكس اللي هو المارك. المارك عبارة عن شنو؟ عبارة عن دبل صح؟ فأحتاج ما أحتاج بالسترينج هني كسترينج صاير أبي أحوله إلى شنو؟ إلى دبل. أوكي؟ فشلون يصير سالفة التحويل؟ إحنا عندي سترينج كورد سيفته كذي بعدين نقول الثاني الـ ID الحين عندي لا؟ الـ ID عبارة عن شنو؟ عبارة عن long صح؟ فنقول long ID equal إنزين الحين أبي أحوله من string إلى شنو؟ إلى long. أوكي؟ يعني ما أقدر أقول part عند الـ 1. أوكي؟ تشوفوا أعطاني error. ليش؟ لأن دي صار عبارة عن string. شوفوا provider is string بس إحنا نبي نسيفه كlong فلازم أحول دي إلى شنو؟ إلى long. شلون أحوله إلى long؟ أبي أحوله إلى long أقول long dot paris long. وشنو الشيء اللي أبي أحوله؟ اللي هو parts عند ال1. أوكي فحولت هذا الاندكس إلى شنو؟ إلى long وسيفته في الاي دي كlong. إنزين علي علي اسم ما يحتاج تحويل فنقول string name يساوي شنو؟ parts عند two. إنزين آخر واحد المارك نبي نسيف نقول مثلا بدبل نقول دبل mark equal إنزين إحنا إذا حطينا parts عند الـ 3 شنو بيعطيني؟ بيعطيني error. ليش؟ لأن الـ parts عند الـ 3 عبارة عن شنو؟ عبارة عن string. شوفوا عبارة عن string لأن الـ array كامل عندي string. فلا أنا بحوله إلى double. فشلون أحوله إلى double؟ أقول double dot paris double. وشنو الشيء اللي بحوله الى double؟ parts عند ال 3. اوكي تمام.
في حد عنده سؤال؟ اوه ما خلاص راح تحت تمام. انزين خلاص الحين احنا هاي كامل كنا شو نسوي؟ كنا نرتب المعلومات مال الفايل. هاي كامل اللي قاعدين نسوي نرتب المعلومات مال الفايل. الحين بنروح نحل السؤال. السؤال شو يقول لي؟ قال read the content of this file to output on screen. ان نطبع في السكرين. شنو الشيء اللي بنطبعه؟ ال ID وال name of all students who have passed this course. تمام؟ يعني بنطبع ال ID وال name مال الطلاب اللي شنو؟ طافوا هاي الكورس اللي هو الانبوت. تذكرون الكورس الانبوت في البداية قال لي promote the user to enter course code. فاحنا بندخل مثلا ITCS 114 اوكي 114 اوكي مثلا احنا دخلنا ITCS 114 فبيشيك الطلاب اللي عندهم 114 اللي هو علي وشنو وفاطمة. اذا بيروح يشوف علي هل علي ناجح؟ هل علي اكبر المارك ماله اكبر من او يساوي 60؟ لا فما بيطبع علي. انزين عنده بعد فاطمة. هل فاطمة اكبر من يعني المارك مال فاطمة اللي هو 90 اكبر من او يساوي 60؟ صح فبنطبع شنو الاي دي والنيم. فهني لازم اول شيء اتاكد اقول شنو اف اذا كان الكورس اللي هو اليوزر اللي دخله شنو هو الكورس صح. اذا كان الكورس dot equals ignore case حق شنو الكود صح ذي الاول بارت اللي قلت لكم عنه اللي هو ذلين تمام. اذا كان يساوي اللي هو الكود and اذا كان المارك شنو اذا كان المارك اكبر من او يساوي شنو 60. إذا كان المارك greater than or equal to 60 فهالحال ايش بيسوي؟ بنطبع ال ID وشنو؟ والname. بيطبع ال ID والname. فنقول system.out.print نقول هني ID وبنطبع شنو ال ID دي وبعد شنو بيطبع name بنطبع بعدين شنو اللي هو name اسم الطالب. خلاص نوقف فيه سوي ران. نكتب ITCS 114 فطبع لي شنو فاطمة. ليش ما طبع علي؟ لان عنده 55. خل نروح نغير درجة علي بس كذي اوكي. خل نخلي علي 60. بنخلي علي شنو 60. بنسوي ران مرة ثانية. خلينا علي كم 60. ITCS 114 فطبع لي شنو علي وفاطمة لأن صارت درجة علي كم 60. أوكي حاولت افصل لكم الموضوع قبل ما اقدر فتشوفون اوكي او لا.
ما يحتاج تسوون اللي هو جسمه already موجود. سطر كم؟ 18 كلمة كورس. لا هذا شو اسمه الكورس نتأكد اللي اليوزر دخله صح. مثلا انا دخلت ITCS114 صح، يعني ابي معلومات الطلاب مال ITCS114 بس، فبيروح يشيك الكورس اذا كان يساوي الكود، الكود اللي هو ذي شوفي مال الطالب، اذا الطالب عنده ITCS114 بيشيك المارك ماله. اوكي الغريفي يعني بيقارن الانبوت اللي دخلناه ويا مواد الطلاب. ما تقدر ما تسوي الفايل زهره وتقدر تسوي الفايل، يعني ما تفرق، يعني اذا ما سويتي فايل او بروحه يسوي فايل. انزل الحين في سؤال في input و output من فايل، يعني تقرون من فايل تطبعون من فايل تمام. هاي بخلي لكم عشان تتدربون عليه، سهل هو بس عشان تتدربون ان شلون تطبعون في فايل وشلون تقرون من فايل تمام. انا الحين بشرح شنو شلون نطبع في فايل، شلون نطبع في فايل. إذا أو ما تبون تدربون، إذا ما تبون تدربون بشرحها. لهو نفس الفكرة، نفس الفكرة بس إنه بتقرون من فايل بتطبعون في فايل. أوكي يعني تسوون الاثنين. أوكي. موجودين سهل هو، يعني شفت اللي سويته الحين سوي نفس الشيء وزيد عليه مال الاوتبوت، يعني ما في سيستم دوت اوت برنت. حاولوا فيه اذا ما عرفتوا بشرح لكم، ما عندكم مشكله بس اهم شيء تحاولوا. انزين هنا عندنا write a Java program to prompt the user to enter student ID and GPA for 30 student. يعني هنا اليوزر هو اللي بيدخل شنو؟ بيدخل الانبوت. اوكي؟ هنا قال لي prompt the user to enter ID والGPA حق 30 student. يعني الانبوت من يوزر، الانبوت مو من فايل. نفس قبل شوي اللي سويناه. الانبوت من وين؟ من اليوزر. فشلون نسوي هاي الشيء؟ نفس ما كنا نسوي في جافا 1. نقول scanner kbd equal new scanner وشنو؟ system.n. اوكي؟ وشنو بيدخل؟ بدخل ال ID وال GPA اللي هو long ID وال GPA عبارة عن double GPA. اوكي انزين your program should save the student data in file named student.txt. يعني احنا بنسيب المعلومات اوكي في فايل اسمه شنو student.txt. ففي هالحال احنا بنطبع في وين؟ في فايل، ما بنطبع في السكرين، يعني مو نفس قبل شوي كنا نشوف في الران، لا الحين احنا بنطبع في فايل. اوكي؟ بنطبع في وين؟ في فايل. بنطبع في فايل. يعني بناخذ المعلومات من السكرين بس بنطبعهم في وين؟ في فايل. في اي فايل؟ بنطبعهم في فايل student.txt.
إنزين في حالة إن إحنا بنطبع في فايل فمعناته إن لازم أستخدم شنو؟ أستخدم البرينت رايتر. إذا بنطبع في فايل بنستخدم اللي هو شنو؟ البرينت رايتر. يعني نفس ما كتبت هني شنو؟ import java.io file، هني شنو بكتب؟ print writer. اوكي، بنستخدم اللي هو شنو ال print writer. الفايل كنا نستخدمه حق ال input والسمه لا حق ال input، بس print writer عشان نطبع في وين؟ في فايل. فالحين باي بقول بنستخدم فايل نقول print writer، نعطي مثلاً اسم out file، أي اسم تبون equal to new print writer، ونعطي شنو؟ نعطي اسم، نعطي اسم حق الفايل. شو اسم الفايل؟ student.txt، student.txt بس. اوكي، يعني الحين من استدعي هذا الفايل بيطبع لي في ذي، تمام؟ بيطبع لي في وين؟ في ذي. انزين شلون يبينا نطبع؟ يبينا نطبع the program should save only the data of 2070 students. اوكي، يعني احنا بناخذ من الاي دي نشوف انه هو اي سنة، 2017 بنسيف، اذا مو 2017 ما بنسيف، يعني بنسيف معلومات طلاب اللي من دفعة 2017. طبعا تعرفون انتو اذا عندكم اي دي، مثلا عندكم اي دي 2017-3286، شلون نطلع اول شيء؟ تتذكرون شرحت لكم في جافا 1، نعتبر هذا كامل واحد، سوي قسمة واحد، واللي ما نبيهم نحولهم إلى أصفار، دلين اللي ما نبيهم صح؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، يعني أربعة أصفار. أوكي؟ ففي هالحالة بيعطيني شنو؟ 2017. فإذا كان هذا ناتج دي يساوي 2017، بنسيف معلوماته في وين؟ في الفايل. اوكي، انزين طبعا احنا اول شيء لازم نقرا، لازم نقرا شنو حق 30 طالب اللي هو الاي دي والجي بي اي. فشلون نقرا مع 30 طالب؟ فبنحتاج اللي هو شنو فور لوب. اقدر استخدم واي لوب، نقدر نستخدم واي لوب، بس الاسهل لنا شنو الفور لوب، لانه نعرف عدد التكرار اوريدي اللي هو كم 30. فنقول انتجر i equal to 0, i less than or equal to 30, i plus plus. تمام؟ فبن أول شيء بنخلي بنطبع على هاي المسج، نقول system.out enter id وشنو والجي بي اي، طبعت له هاي المسج. عقب بخليه يدخل الـ ID والـ GBA، بخليه يدخل الـ ID والـ GBA، فبقول ID equal to kbd.next. الـ ID عبارة عن شنو؟ عبارة عن long لا، فنقول .next long. عقب بخليه يدخل شنو؟ الـ GBA، نقول GBA equal to kbd.next دبل. الجي بي اي عبارة عن دبل. انزين الحين هني عقب ما نخلص من انبوت بيكون عندي شنو؟ بيكون عندي اللي هو شنو؟ الاي دي والجي بي اي. انزين فالحين ابي اطبع في وين؟ في الفايل، بس لازم اتاكد من شيء، ان هل هو من دفعة 2017 او لا. فبحط شنو هو if statement، بقول if إذا كان الـ ID نفس ما كتبت لكم هنا، إذا كان الـ ID قسمة صح لها أربعة أصفار، إيه
إذا كان ID قسمه 10,000 equal 2017 فهل في هالحالة بروح أطبع فوين في الملف؟ إنزين شلون أطبع حين في الملف؟ إحنا إذا كنا نطبع في السكرين شنو كنا نقول؟ نقول system.out.println صح؟ بس هني شنو ما نبي سيستم، إحنا ما نبي سيستم. نفس مساعة يوم كنا نبي نقرأ من ملف شلنا شنو؟ شلنا system.in صح؟ يوم بنقرأ من ملف. بس الحين إحنا الحين ما نبي نطبع في سكرين، فأشيل system.out. أشيل system شنو أحط؟ أحط اللي هو الأوبجكت اللي سويته هني حق print writer out file. out file اللي هو يطبع لي شنو؟ ال ID بعدين فاصلة بعدين شنو؟ جيبي اوكي؟ تمام؟ ما في أحد عنده سؤال؟ خلاص خلصنا، بس بشرط أبيكم تنتبهون على هاي النقطة. إذا أستخدم البرينت رايتر، يعني إذا أبي أطبع في ملف، إذا أبي أطبع فوين في ملف، إنزين أنا هني في هاي الخطوة فتحت الملف، أوكي؟ فإذا خلص الكود مالي أبي يصكه، فهني لازم شنو؟ أصك الملف. هني في حالة البرينت رايتر إجباري إني أصك الملف. إحنا مساعة في الإنبوت عادي ما نصك الملف، ليش؟ لأنه أوريدي عندي في الواي لوب كان تتذكرون dot has next line إنه يتأكد من الملف اللي بنقرأه، إنه إذا ما في line خلاص ما بيقرأ من الملف صح؟ بس في البرينت رايتر بينطر إن إحنا نطبع، يعني هو ما يصك الملف أوتوماتيكلي، فلازم إحنا نصكه. إنزين إشلون نصكه؟ عقب ما نخلص من البروغرام نهاية التراي، نهاية شنو التراي دائما نهاية التراي بروح أقول شنو out file اللي هو الأوبجكت dot close بس القوس فاضين، لأنه أوردي أنا ذكرت الفايل هنا ما يحتاج رد أذكره، أوكي؟ فبس أقول out file dot close تمام. في البرينت رايتر احنا لازم شنو نصك الملف، في الانبوت نقدر نصكه ونقدر ما نصكه الا ريحكم، اوكي؟ في الانبوت تقدرون تصكونه وتقدرون ما تصكونه ما يعطيكم ايرور، بس في البرينت رايتر لازم تصكونه. انزين بس احنا نسينا هاي المسج مسامحه نسينا هاي المسج نطبعه، فتلاحظون ان هاي المسج ما يتكرر اوريدي، فبنخليه وين؟ بنخليه قبل اللوب، بنخليه قبل اللوب، فبنقول out file dot print ln اللي هو شنو 2017 students. إنزين طبعاً إحنا الحين ما بندخل حق 30 طالب، دقيقة لا إحني في شيء إحني صار حق 31 طالب لأن حطيت صفر فلازم أحط واحد، أوكي؟ فالحين 30 طالب، فهني طبعاً إحنا ما بندخل الحين حق 30 طالب لأنه ما بنخلص، بندخل مثلاً حق 5 طلاب، أوكي؟ بس عشان التجربة، بس عشان شنو التجربة.
طيب رام قال لنا انتر اي دي والجي ندخل فقال لي انه خلص اوكي. فنروح الحين للبروجكت. بنلاحظ هني صار عندي ملف، انا ما كان عندي ملف ستودنتس، سواء سويت الملف او ما سويته نفس الشيء اوكي. اذا مو موجود الملف هو بروحه بيسوي الملف. فنفتح الملف نشوف انه طبع لنا شنو هاي الاشياء اللي هو دي ودي، دلينا اثنين وطبع لنا اول واحد اوكي. انزين فرضا انزين الحين فرضا انا بسوي اوبجكت ثاني اوكي. الحين احنا هني خلصنا الحل، انا بحط دقيقه، احنا خلصنا الحل تمام. بعد بقول لكم نقطه. انزين اقدر اطبع في ملف ثاني في نفس الوقت، شلون يعني؟ بروح الحين بسوي ملف ثاني اوكي نفس الشيء بس بغير الاوبجكت اوكي. بس انا بحط اوت 2 وهني 2 اوكي. هني 2 وهني 2. اذا سويت اوبجكت ثاني لاحظوا انا ما عندي شنو، ما عندي student 2 الملف اللي كتبته هنا. انزين بس بطبع مال شنو، مال 2018 مثلا، بس مال 2018. وهني بقول له out file 2، هنشيل هذه تمام. انزين شوفوا هني بطبع مال out file اللي هو في ملف الستيودنت اللي بطبع فيه مال 2017، وout file 2 اللي هو ذي وذي. شوفوا ملف ثاني اوكي، ما عندي ولا مشكلة، عادي يصير. يعني كمثال الحين بقول 2018 1.2. انزين الحين شوفوا انا ما عندي لا student 2، student 2 ما عندي. انزين وهني عندنا error اصلا. شنو هو الايرور؟ الايرور انه ما سكت هذا الملف تمام. المشكله اللي عندي انه ما سكت هاي الملف، فلازم اعيد مره ثانيه. فهني لازم نقول out file 2.close، ما سكينا الملف، فخلونا نعيد مره ثانيه. انا بس ابي اراويكم ان عادي نطبع في ملفين، مو شرط ملف واحد، 10000 ملف بعد.
شوفه سوالي ملف ثاني، طبع لي بس مال 2018. ملف الأول طبع لي بس مال 2017. أوكي، فعادي نطبع في أكثر من ملف، مو شرط ملف واحد بس. بس إنك لازم أسوي أوبجكت ثاني، أوبجكت ثاني وملف ثاني. لهو هني إذا بيطبع في الملف الأول أحط اسم الأوبجكت، ذابي في الملف الثاني أحط اسم الأوبجكت الثاني. أوكي، نفس الشيء ينطبق حق الانبوت، عادي أقرأ من أكثر من ملف، مو شرط ملف واحد. واضح؟ في أحد عنده أي سؤال؟